السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي الأعزاء، طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم. معكم أستاذة تهاني حشيش، معلم اللغة العربية. اليوم نتابع معا أحداث قصة كفاح شعب مصر، والفصل الخامس إرادة الشعب وعزل الوالي التركي خورشيد، ومؤلف القصة الدكتور عز الدين فراج. الدكتور عز الدين فراج أديب مصري بارع، إلى جانب كونه عالم متميز، تخرج في كلية الزراعة جامعة الملك فؤاد القاهرة حاليا عام 1936 ميلادية، وحصل على الدكتوراه في البساتين، نال العديد من الجوائز التقديرية، وله الكثير من المؤلفات مثل كفاح شعب مصر ومواكب البطولة والأبطال وتقاليد العرب، نبي الإسلام في مرآة الفكر الغربي. امتازت لغته بالفصاحة وأسلوبه بالسلاسة والوضوح. وكما سبق وذكرنا أن أحداث القصة منفصلة ولكنها متصلة في أهدافها العامة، حيث يتوقع بعد دراسة هذه القصة أن نستنتج عوامل تحقيق النصر وقدرة الشعب المصري بجميع طوائفه على تحدي الصعاب، وأن ندرك عظمة الشعب المصري وصموده ضد كل مستعمر ودخيل، وأن نتعرف نماذج لشخصيات مصرية وأبطال عظماء ضحوا بكل غال ونفيس من أجل رفعة وطنهم، كذلك نقدر دور العلماء ورجال الدين في الدفاع عن الوطن، نجيد قراءة تاريخ مصر والفخر بما فيه من أمجاد وكبرياء، كذلك نعتز بشخصية وطبيعة المصري العريق الذي لا يقبل الذل والهوان على مر التاريخ، ونعلي من قيمة الوطن ونرتقي بمكانته بين سائر الأمم. وهدف آخر مهم جدا من دراستنا للقصة، وهو أن نتعلم عناصر القصة الأساسية حتى تتاح لنا الفرصة لمن يحب الكتابة أن يبدع، معتمداً على مقومات القصة وعناصرها الأساسية، وهي وقد تناولناها من قبل: الشخصيات، الأحداث، السرد، البناء، الزمان، المكان، الفكرة. وعندنا في قصتنا النهاردة أهم الشخصيات هي شخصية خورشيد، وده كان والي تركي فاسد وحاكم مستبد، ولذلك غضب الشعب المصري من أعماله الفاسدة وعزلوا السلطان التركي تهدئة لهذا الشعب السائر. الشخصية الثانية هي عمر مكرم، وهو زعيم مصري أرسل إليه خورشيد رسوله حتى يقنعه بإنهاء حصار المصريين في قلعته، ولكنه رفض. بالنسبة للأماكن، ذكر في أحداث هذه القصة دار المحكمة العليا، حيث تجمعت حولها جموع الشعب لتقديم مطالبهم لخورشيد، وقلعة خورشيد حاصرها الشعب بالسلاح والبنادق حتى عزل خورشيد. أما بالنسبة للزمان فهو مايو سنة 1805. في هذا التاريخ حدثت الوقعة التي انتظرها الشعب ليثور على خورشيد باشا، الذي اعتدى جنوده على الأهالي المصريين اعتداء مؤلما. تحكي قصتنا عن والد يقص على ابنه قصة شعبنا العربي الخالد عبر القرون والعصور. فبدأ بقصة احتلال الهكسوس لمصر وكيف تحقق النصر ونجح أحمس في طردهم خارج البلاد، ودي كانت الحكاية الأولى. ثم حلم قمبيز ملك الفرس بدخول مصر، وأتت بعد ذلك الحملات الصليبية وهزيمتهم في موقعة حطين، وقصة لويس التاسع وأسره في دار ابن لقمان، ثم يأتي المغول الذين انتهت على أيديهم الدولة العباسية وانتهاء أسطورتهم على يد قطز في موقعة عين جالوت، ثم مكافحة المصريين ومواجهتهم للاحتلال الفرنسي. وها نحن في رحلة كفاح جديدة، وقصتنا اليوم ثورة الشعب المصري ضد الوالي خورشيد بسبب فساده وظلمه وطغيانه، حيث عرض عليه الشعب مطالبهم فرفضها،
وسخر منها، فحاصره الشعب في قلعته مطالبين برحيله، حتى اضطر السلطان التركي إلى عزله تهدئة للشعب المصري وتنفيذا لرغباته. نأتي للفقرة الأولى في حكايتنا اليوم. شعب مصر يرفض الظلم. كان شعبنا المصري يتمسك بحرياته وحقوقه، كان يرفض أن يستبد حاكمه أو يسوقه كما تساق الأنعام. طبعا الأنعام اللي هي الحيوانات، كان يقف له بداية الأمر ناصحا محذرا، أي مخوفا، فإذا لم يستمع هذا الحاكم إلى نصيحته أو تحذيره ثار عليه وتمرد وأنزله من عرشه وسلبه ملكه وسلطانه. وقصة خورشيد مع شعب مصر عام 1805 وما قبلها تبين شجاعة شعبنا وقوة إرادته. السؤال على الفقرة: كيف كان الشعب المصري يعامل الحاكم الظالم؟ كما نرى في هذه الفقرة، كان الشعب المصري إذا لم يستمع الحاكم الأول في بداية الأمر يقف له ناصحا محذرا، فإذا لم يستمع هذا الحاكم إلى نصيحته أو تحذيره ثار عليه وتمرد، أي عصى، وأنزله من عرشه وسلبه ملكه وسلطانه. سلبه أي أخذ بالقوة وضدها منحه. الفقرة الثانية: فساد خورشيد واستبداده. كان خورشيد واليا فاسدا ظالما وحاكما مستبدا قاسيا، لا يحب شعبه ولا يعرف الرحمة بالناس. كان كل همه في الحياة أن يجمع المال الوفير لينفقه على ملاذه ورغباته الشريرة الفاسدة. وكلمة ملاذه أي شهواته ومتعه، والمفرد ملذ. وكان يستعين في حكمه لشعبنا المجيد بجنود غير مصريين لا هم لهم غير النهب والسلب والإضرار بالناس. نيجي للسؤال على الفقرة: لماذا صارت مصر على الوالي التركي خورشيد؟ من الفقرة: كان خورشيد واليا فاسدا ظالما حاكما مستبدا قاسيا، لا يحب شعبه ولا يعرف الرحمة بالناس. وكان كل همه في الحياة أن يجمع المال الوافر لينفقه على ملاذه ورغباته الشريرة الفاسدة. وكان يستعين في حكمه لشعبنا المجيد بجنود غير مصريين لا هم لهم غير النهب والسلب والإضرار بالناس. ولهذا السبب صارت مصر على الوالي التركي خورشيد باشا. دي صورة لخورشيد باشا وبعض المعلومات عنه. عين خورشيد باشا عمدة للإسكندرية بعد جلاء الفرنسيين عن مصر عام 1801 ميلادية. طلب من السلطان العثماني إرسال فرق عسكرية لدعم سلطة الحكم. غضب الشعب المصري وزعماؤه وتوجهوا مع عمر مكرم إلى محمد علي لتولية حكم مصر بشروطهم، وغادر خورشيد باشا مصر عام 1805 ميلادية متوجها إلى القصيص. نستكمل مع بعض قصتنا اليوم ونرى كيف استطاع الشعب المصري أيضا بإصراره وعزيمته أن يخلع هذا الوالي الفاسد الظالم. وقعة مؤلمة أثارت غضب الشعب. غضب الشعب من أعماله الشريرة وتصرفاته السيئة، حتى بلغ الغضب غايته وبدأت النفوس تثور وتغلي كما يغلي الماء على النار. ولم يبقى إلا أن تقع من خورشيد وجنوده وقعة واحدة ليعلن الشعب غضبته وثورته وعصيانه، وعندئذ ينزله الشعب عن عرشه ويجرده من جبروته وسلطانه، ثم يلقي به بعيدا عن هذه الديار. ووقعت الوقعة في مايو سنة 1805 عندما اعتدى جنود هذا الوالي على الأهالي اعتداء مؤلما، واندفعوا
إلى الحوانيت فنهبوها، وإلى المواطنين المارين بالشوارع والطرقات فسلبوا ما كان في جيوبهم من مال، حتى البائع الجائل خطفوا بضاعته وأكلوا ثماره وفاكهته. البائع الجائل الذي يتجول في الشوارع، شعر شعب مصر أنه ليس من الشرف ولا من الكرامة أن يسكت عن هذا الفساد أو أن يقبل هذا العار، فثارت جموعه وانطلقت في الشوارع والميادين شبابا وشيوخا صغارا وكبارا يهتفون بسقوط خورشيد وجنوده. كلمة يهتفون أي يصيحون بصوت عال، وضدها يهمسون. السؤال على الفقرة: ما الوقعة التي أثارت غضب الشعب المصري ضد خورشيد باشا؟ طبعا كانت اعتداء جنود خورشيد على الأهالي ونهبهم المحلات وسلبهم الأموال من المواطنين وخطفهم البضائع من الباعة الجائلين، وكان ذلك في مايو عام 1805. مطالب المصريين وموقف خورشيد منها: ولقد لجأت جموع الشعب السائرة إلى المشايخ والعلماء، وكان لهم في هذا الوقت مكانة عظيمة عند الناس، وكانوا موضع احترامهم وتقديرهم، ولهذا وثقت بهم طوائف الشعب والتفت حولهم. طوائف المقصود بها جماعات، والمفرد طائفة، والتفت حولهم ورضيت بقيادتهم وزعامتهم. وحول دار المحكمة العليا تجمعت جموع الشعب وطوائفه مع المشايخ والعلماء لتقديم مطالبهم إلى هذا الوالي الأحمق، أي قليل العقل وضد الرزين أو العاقل. وتتلخص هذه المطالب في خروج الجنود الأجانب من البلاد، وعودة المواصلات بين الوجهين البحري والقبلي، مع عدم فرض ضرائب جديدة من غير موافقة العلماء وزعماء الشعب. وأرسلت هذه المطالب إلى خورشيد حيث كان متحصناً في قلعته، متحصناً أي محتمياً في قلعته، أي في حصنه المنيع في الجبل، وجمع كلمة قلعة خلاع وقلوع. وبدلاً من أن يدرك حقيقة الأمر ويمنح الشعب حقوقه ويخضع لرغباته العادلة، ضحك وسخر وأنكر حق الشعب في هذه المطالب. كلمة يخضع أي يستجيب لرغباته العادلة. أول سؤال معنا: أذكر المطالب التي تقدم بها الشعب إلى خورشيد. أول حاجة: خروج الجنود الأجانب من البلاد، عودة المواصلات بين الوجهين البحري والقبلي، مع عدم فرض ضرائب جديدة من غير موافقة العلماء وزعماء الشعب. السؤال الثاني: بين موقف خورشيد من مطالب الشعب. ماذا كان من خورشيد عندما قدم الشعب له هذه المطالب؟ طبعا سخر منها وأنكر حق الشعب فيها، سخر منها وأنكر حق الشعب في هذه المطالب. شوف الفقرة بعدها: طوائف الشعب تحاصر قلعة خورشيد. ولما علم العلماء والزعماء عدم قبول الوالي مطالبهم، ازدادوا غضبا وثورة وقرروا خلعه. كلمة خلعه يعني عزله، والمضاد تثبيته أو توليته. وأعلنوا قرارهم للجموع الكثيرة التي كانت تتزاحم كل يوم حولهم، فما كان من الشعب الثائر إلا أن قرر محاصرة خورشيد في قلعته. واندفعت الجماهير يا ولدي مزودة بالسلاح والبنادق تحاصر خورشيد في قلعته. أبت طوائف الشعب أن تترك مكانها حتى يخضع خورشيد لإرادتها ومطالبها أو يرحل عن هذه الديار.
السؤال على الفقرة معانا: اذكر نتيجة رفض خورشيد لمطالب الشعب. ازداد الشعب غضبا وقرر محاصرة خورشيد في قلعته، واندفع مزودا بالسلاح والبنادق، ورفض أن يترك مكانه حتى يخضع لمطالبه أو يرحل عن البلاد. الفقرة الأخيرة: خورشيد يحاول إنهاء الحصار. طال حصار الشعب للقلعة، فلم يجد خورشيد مفرًا من أن يرسل رسوله مرة ثانية ليقول للسيد عمر مكرم: كيف لا تطيعون أولي الأمر منكم وأنتم رجال الدين؟ المقصود بأولي الأمر هنا اللي هم الحكام، ومفرد أولي ذا. فرد السيد عمر مكرم قائلا: نحن لا نطيع إلا الوالي العادل. وخورشيد أبعد ما يكون عن العدل والرحمة. أي طاعة تجب على الشعب لهذا الوالي الذي استبد وطغى؟ أي طاعة تجب على الشعب لهذا الوالي الظالم الذي لا يعرف غير السلب والنهب والتعذيب؟ أي طاعة تجب على شعب سلبه هذا الوالي الأحمق حريته وكرامته؟ وأخيراً صاح السيد عمر مكرم في وجهه قائلاً: قل لخورشيد إنه ليس الوالي الذي تجب على الشعب طاعته. ما الرسالة التي حملها رسول خورشيد إلى عمر مكرم؟ وبما رد عمر مكرم على هذه الرسالة؟ أرسل خورشيد رسوله إلى عمر مكرم قائلاً: كيف لا تطيعون أولي الأمر منكم وأنتم رجال الدين؟ بما رد عليه عمر مكرم؟ رد السيد عمر مكرم قائلا: نحن لا نطيع إلا الوالي العادل. وخورشيد أبعد ما يكون عن العدل والرحمة. إرادة الشعب تعزل خورشيد. وظل الشعب يا ولدي يحاصر خورشيد في قلعته، معلنا أنه لن يتخلى عن مطالبه ولو كره الوالي وجنوده. وأمام إصرار الشعب وإرادته، وجد سلطان تركيا أنه لا مفر من خلع هذا الوالي. كلمة مفر أي مهرب، من خلع أي عزل هذا الوالي الظالم، تهدئة لهذا الشعب الغاضب الثائر. وأرسل هذا السلطان إلى خورشيد يقول له: لقد أدركنا غضب الشعب المصري وتمرده عليك وحصاره لقلعتك، وأدركنا أنه من الخطأ تأييدكم في سياستكم التي أثارت الشعب، ورأينا أنه لا بد من عزلكم تحقيقا لرغباته واستجابة لمطالبه. هذه صفة من صفات شعبنا الذي يجب أن تباهي بها وتفاخر. سؤال على الفقرة هنا: لماذا عزل السلطان التركي واليه في مصر خورشيد؟ تحقيقا لرغبات الشعب المصري الثائر، واستجابة لمطالبه، وتهدئة له. نقول السؤال تاني: لماذا عزل السلطان التركي واليه في مصر خورشيد؟ وذلك تحقيقا لرغبات الشعب المصري السائر، واستجابة لمطالبه، وتهدئة له. انتهى الفصل. فصل جميل وسريع بيثبت فيه الشعب المصري قوة إرادته وعدم استسلامه للظلم، مهما كان هذا الظلم ناجم عن حاكم أو غير ذلك، إلا أنه يتصدى لهذا الظلم ويطالب بحقوقه وحرياته. وهذا ما يحصل عليه في كل مرة يحاول فيها المطالبة بحريته وحقه. نراجع على الفصل كله من خلال بعض الأسئلة وإجابتها. دي نبذة مختصرة عن عمر مكرم ابن حسين السيوطي،
ولد في أسيوط إحدى محافظات مصر سنة 1705 ميلادية، وتوفي سنة 1822 ميلادية. تعلم في الأزهر الشريف، قاوم الفرنسيين في ثورة القاهرة الثانية 1800 ميلادية، وكان له دور في خلع خورشيد باشا سنة 1805 وتولية محمد علي شؤون البلاد. بعد خورشيد باشا تولى محمد علي شؤون البلاد بعد ذلك. شوف أسئلة الفصل الخامس. أول سؤال معايا، كيف كان الشعب المصري يعامل الحاكم الظالم؟ الأسئلة دي عبارة عن مراجعة لكل أحداث الفصل اللي احنا حكيناها وقريناها. كان يقف له في بداية الأمر ناصحا محذرا، فإذا لم يستمع إلى نصيحته أو تحذيره يثور عليه ويتمرد وينزله من عرشه ويسلبه ملكه وسلطانه. السؤال الثاني، لماذا ثارت مصر على الوالي التركي خورشيد؟ لأنه كان واليا فاسدا، حاكما مستبدا قاسيا، يحب شعبه. كان كل همه جمع المال لينفقه على ملاذه ورغباته الشريرة، وكان يستعين في حكمه بجنود غير مصريين لا هم لهم غير النهب والسلب. ما الواقع التي أثارت غضب الشعب المصري ضد خورشيد ومتى حدثت؟ اعتدى جنود خورشيد على الأهالي اعتداء مؤلما، ونهب ما في المحلات وسلب ما في جيوب المواطنين من مال، حتى البائع الجائل خطفوا بضاعته وأكلوا ثماره وفاكهته، وكان ذلك في مايو سنة 1805. فالواقع التي أثارت غضب الشعب المصري ضد خورشيد هو الاعتداء على الأهالي المصريين ونهب المحلات وسلب جيوب المواطنين والباعة الجائلين، وحدث ذلك في عام 1805 ميلادية. لماذا لجأت جموع الشعب المصري إلى المشايخ والعلماء؟ طبعا كان لهم مكانة عظيمة عند الناس، فلما كان لهم من مكانة عظيمة عند الناس كمان كانوا موضع احترام وثقة للشعب المصري، لذلك لجأوا إلى المشايخ والعلماء. ما موقف الشعب من خورشيد وجنوده؟ شعر شعب مصر أنه ليس من الشرف ولا من الكرامة أن يسكت على هذا الفساد، فماذا فعل؟ ثارت جموعه وانطلقت في الشوارع والميادين شبابا وشيوخا صغارا وكبارا يهتفون بسقوط خورشيد وجنوده. اذكر المطالب التي تقدم بها الشعب المصري إلى خورشيد. أول حاجة، خروج الجنود الأجانب من مصر، عودة المواصلات بين الوجهين البحري والقبلي، عدم فرض ضرائب جديدة من غير موافقة العلماء وزعماء الشعب. أين تجمعت جموع الشعب وطوائفه ولماذا؟ تجمعت حول دار المحكمة العليا، حول دار المحكمة العليا. لماذا؟ لعرض مطالبهم على الوالي خورشيد. بين موقف خورشيد من مطالب الشعب، سخر منها وأنكر حق الشعب فيها، سخر منها وأنكر حق الشعب فيها. اذكر نتيجة رفض خورشيد لمطالب الشعب. ازداد الشعب غضبا وقرر محاصرة خورشيد في قلعته حتى يخضع لمطالبه أو يرحل عن البلاد. ما نتيجة رفض خورشيد لمطالب الشعب؟ وماذا فعلت جماهير الشعب المصري لإجبار خورشيد على الخضوع لإرادتها؟ ازداد الشعب غضبا وقرر محاصرة خورشيد في قلعته، واندفع مزودا بالسلاح والبنادق، ورفض أن يترك مكانه حتى يخضع لمطالبه أو يرحل عن البلاد. ما الرسالة التي حملها رسول خورشيد إلى عمر مكرم؟ وبما رد عمر مكرم على هذه الرسالة؟ أرسل خورشيد رسوله إلى عمر مكرم قائلاً: كيف لا تطيعون أولي الأمر منكم وأنتم رجال الدين؟
رد السيد عمر مكرم قائلا: نحن لا نطيع إلا الوالي العادل، وخرشد أبعد ما يكون عن العدل والرحمة. ما حجة عمر مكرم في عدم طاعة الشعب لخرشد؟ أن خرشد حاكم ظالم مستبد لا يعرف سوى السلب والنهب والتعذيب، وطاعة الشعب لا تجب إلا للوالي العادل. هو إذن ليس واليا عادلا، ولذلك فليس على المصريين حق الطاعة أو وجوب الطاعة له. لماذا عزل السلطان التركي واليه خرشد؟ تحقيقا لرغبات الشعب المصري الثائر، واستجابة لمطالبه، وتهدئة له. علامة تدل ثورة الشعب ضد الوالي من صفات وأخلاق شعب مصر، ده هدف ونتيجة في نفس الوقت، تدل على شجاعة الشعب المصري، قوة إرادته، أنه لا يخضع للذل والهوان، يقاوم كل حاكم ظالم، يصر على الحياة الكريمة. ده ملخص القصة كلها بفصلها كلها، أن الشعب المصري شعب قوي الإرادة، لا يخضع للذل والهوان، يقاوم كل حاكم ظالم، يصر على الحياة الكريمة، ويحصل على ما يريد دائما في نهاية الأمر. ما الدروس المستفادة من هذا الفصل؟ وجوب طاعة أولي الأمر فيما لا يغضب الله، أي أن يجب أن يكون الحاكم عادلا، ليس ظالما أو فاسدا، وبذلك تجب طاعته، غير ذلك لا تجب الطاعة. رفض الشعب المصري الذل وإصراره على الحياة الكريمة، ثورة الشعب ضد ظلم الحكام الفاسدين، دور العلماء ورجال الدين في الإصلاح. بعض الاقتباسات والأقوال التي ظهرت في هذا الفصل، هذا القول: كيف لا تطيعون أولي الأمر منكم وأنتم رجال الدين؟ من قائل هذه العبارة ولمن وما المناسبة؟ كيف لا تطيعون أولي الأمر منكم وأنتم رجال الدين؟ قالها خرشد في رسالة منه لعمر مكرم وجموع الشعب عندما احتشدوا وحاصروا قلعة خرشد لظلمه. كان يريد منهم الطاعة، ولكنها كانت لا تجب معه. نحن لا نطيع إلا الوالي العادل، أي طاعة تجب على الشعب لهذا الوالي الذي استبد وطغى؟ من قائل هذه العبارة ولمن وما المناسبة؟ نحن لا نطيع إلا الوالي العادل، قالها السيد عمر مكرم لرسول خرشد عندما احتشد الشعب المصري وحاصر قلعة خرشد. من يقصد المتحدث في عبارة هذا الوالي؟ وما هي مظاهر ظلمه واستبداده؟ طبعا يقصد عمر مكرم هنا خرشد، الوالي هو خرشد الوالي التركي على مصر. كان واليا فاسدا، حاكما مستبدا قاسيا، لا يحب شعبه ولا يرحمه، كان كل همه جمع المال ينفقه على ملاذه ورغباته الشريرة، وكان يستعين في حكمه بجنود غير مصريين لا هم لهم غير النهب والسلب. لقد أدركنا غضب الشعب المصري وتمرده عليك، ورأينا أنه لا بد من عزلكم تحقيقا لرغباته، أو رأينا أنه لا بد من عزلكم تحقيقا لرغباته. من قائل هذه العبارة ولمن وأين المناسبة؟ قالها السلطان العثماني اللي هو التركي في رسالة منه لواليه خرشد عندما ثار الشعب المصري عليه وحاصره، مما أجبر سلطان تركيا على الاستجابة لمطالبه،
ويدل ذلك على شجاعة الشعب المصري وعزتهم وعلى رفضه للظلم وحياة العبودية. وأخيرا، تدريبات تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. لجأت جموع الشعب إلى نقط ليتحدثوا باسمهم أمام الوالي. هل لجأوا إلى التجار والصناع أم الجنود والضباط أم المشايخ والعلماء؟ لجأت جموع الشعب إلى المشايخ والعلماء. تجمعت جموع الشعب وطوائفه حول دار نقط لتقديم مطالبهم إلى خرشد، المحكمة العليا أم دار الحكمة أم دار القضاء العالي؟ دار المحكمة العليا، دار المحكمة العليا. كان هم خرشد في الحياة جمع المال، تعيين أقاربه، تحصيل العلوم. طبعا كان هم خرشد في هذه الحياة هو جمع المال. وبذلك نكون قد انتهينا من رحلتنا، رحلة كفاح شعب مصر. أرجو أن نكون قد استمتعنا بهذه الحكاية، وشكرا لكم على حسن المتابعة.